نهار سعيد على كل مشاهدينا وعلى الناس اللي معانا في الاستوديو. النهارده عايزين نتكلم عن تمارين الاطالات للظهر وعضلات البطن والرجلين. عايزين نعمل ايه التمارين اللي ممكن نعملها في البيت وتكون سهله علينا، نقدر نعمل بيها اطالات للعضلات بتاعه البطن والويست والظهر والرجلين. تعالوا بينا نبدا ونشوف. حط ايدينا على الارض، ركبتنا مفتوحه، رجلي على الارض، وهبتدي ازق لفوق والورا. هنثبت 8 عدات، نرجع ننزل بالركبة على بطني ونفرد رجلينا. أهم حاجة وسطي يكون على الأرض. هننزل نرجع تاني على ركبتنا، إطالة للظهر، للجنب، هنبدل. نطلع لفوق، كتاف لورا، هاخد خطوة بالرجل لقدام وازق الحوض، افتح رجلي، ايدي لفوق، حميل لورا. هنثبت 8 عدات، رجلي هنا عشان العضلات الخلفية للرجلين. هننزل هناخد رجلينا للجنب وهنروح للجنب ونزق بايدينا قوي عشان نزود الاطاله لعضلات الويست. هنبدل قدام، رجلي لورا على بطنها، عضلات البطن والرجلين من قدام على الكعب. زق الرجل للجنب، هنعيد مع بعض من اول. ايدي على الارض، بزق رجلي لورا، ركبتي، انزل للبطن، اطلع للضهر كده. يبقى نهارنا سعيد.